الكبار في الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية فيفا، وكمان الاتحاد العربي بيصر ومصمم على مشاركة النادي الأهلي، النادي الأكبر شعبية وجماهيرية، وهقول لكم ليه أكبر شعبية وجماهيرية في الحلقة. فيلا بينا هنخش في حلقة تمنية صغيرة كده هنعرف فيها الأخبار كلها والإحصاءات اللي تمت في كأس العالم للأندية الأخيرة، في أفضل لاعبين وأفضل حراس مرمى وأفضل جمهور، وكمان هنتكلم عن الاتحاد العربي الذي يصر ومصمم على مشاركة النادي الأكبر جماهيرية أيضا في الأفريقيا والوطن العربي هو النادي الأهلي في البطولة العربية التي تصل جوائزها إلى 6 مليون دولار. وقبل ما تخش معايا في الحلقة وتعرف كل الأخبار اللي أنا اتكلمت عليها دي، يا ريت تدعم أخوك الأهلاوي محمد الصيفي بلايك وشير وسبسكرايب، اشترك في القناة وفعل الجرس وشير على قد ما تقدر على تويتر على أي موقع رسمي. فيلا بينا، أهلا بيكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء أصدقائي في كل مكان، أحباء ملعب الهداف، أهلا وسهلا بيكم في التمنية الصغيرة ديت وأخبار خفيفة على النادي الأهلي. بس قبل ما نخش في الموضوع طبعا لازم نصلي على الزين، فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وجمعة مباركة على كل أحباء وأصدقائي اللي في صفحتي ومشرفيني ومنوريني وهيدوسوا لايك على الفيديو عشان نوصل الفيديو ده على الأقل الألف لايك حتى. الأهلي يجعل الفيفا يشهد على جماهيرية وأسطورية هذا النادي الكبير كبير القارة. بإيه؟ بإحصائيات واستفتاءات جماهيره. الجمهور في ظهر نادي النادي الأهلي رقم واحد عنده هو جمهوره وليس فريقه أو رئيس نادي أو لاعب مميز عنده مسميونه الأسطورة، رغم أن عندنا أساطير ولكن هو رقم واحد جمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي. فتعال نتفرج كده على الإحصاءات اللي والاستفتاءات اللي تمت على الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية فيفا. فيلا بينا. السولية وديانج يفوزا في استفتاء صفحة كأس العالم للأندية الرسمية بأحسن ثنائي خط وسط. على مين بقى؟ ده على مودريتش وعلى كروز، أفضل ثنائي خط وسط تقريبا أو من أفضل خط نص في العالم، كروز ومودريتش اللي خد أفضل لاعب في العالم من سنتين على صلاح. طيب استفتاء أفضل فريق عربي كان الأهلي والهلال والرجاء والعين الإماراتي، دول الأربع فرق اللي وصلوا لأدوار جيدة. ولكن تعالى نتفرج، النادي الأهلي آخر كأس عالم رابع كأس العالم، اللي قبليه تالت وتالت، صح كده؟ تمام. طيب نتفرج على الرجاء والهلال والعين الإماراتي، وصلوا للنهائي ولم يفوزوا أمام الأهلي، بل الأهلي اكتسح وبفارق شاسع عن الثلاث فرق العربية اللي مشاركة معاه في كأس العالم للأندية كأفضل فريق عربي في كأس العالم للأندية. تعالى كمان نتكلم على أفضل خط وسط، خلاص قلناهم، لا أفضل خط وسط أجنبي يفوز أليو ديانج، خد أفضل خط وسط أجنبي في كأس العالم للأندية. طيب أفضل مدافع عربي محمد هاني، أفضل ثنائي ظاهري عربي هاني ومعلول، أفضل ثنائي وسط طبعا قلناها السولية وديانج، أفضل قلب دفاع محمد عبد المنعم وكسب على البليئي، فأفضل حارس مرمى خدوها ثلاثة شناوي وكان معهم تكناوتي وكان فيها واحد ثالث بس أنا مش فاكر اسمه، وده استفتاء عالمي يتفوق فيه لاعبي الأهلي على أفضل لاعبي العالم. ولكن هنقفنا هنا حتة بس صغيرة عشان الناس بتقولكش أنت بتأفور وأنت بتقول إن السولية وديانج أفضل من كروز ومودريتش، أقولك لا حاشا لله إن أنا أقول كده، ولكن أنا اللي أقصده إن جماهيرية النادي الأهلي كبيرة جدا، فهي اللي بتقف في ظهر لاعبتها وفي ظهر ناديها. بمعنى إيه؟ طبعا لا نقاش إن كروز ومودريتش دول كل واحد منهم فرقة، ولا يعني مفيش يعني زي ما بيقولوا كده مناظرة ما بين السولية وديانج ومودريتش وكروز، ولكن جماهير النادي الأهلي هي اللي واقفة في ظهره وهي اللي بتعلي من شأنه. فلما كنا بنيجي نتكلم على الاستفتاءات اللي في رابطه الانديه المصريه ويقول لك ده بيضربوها، لا انا بقول لك ان جماهير النادي الاهلي كتير جدا وهي من اعلى الجماهيريه اللي في السوشيال ميديا في العالم، وده من الفيفا مش انا اللي بقول. طيب وده بقى بيؤكد لنا ايه؟ القيمه التسويقيه للنادي الاهلي ليه بتزيد، والقيمه التسويقيه ليه للاهلي في الاعلانات وفي الرعاه ليه بتبقى برقم خزعبلي. ليه بقى؟ النادي الاهلي بيخش اي بطوله بينجحها بسبب، مش النادي الاهلي، بسبب جماهير النادي الاهلي، بسبب السوشيال ميديا اللي عليها النادي الاهلي، بسبب بطولات النادي الاهلي وانه رقم واحد في العالم حاليا في بطولات
دولية، يعني بطولات دولية ومحلية زي ما بيقولوا في جمع البطولات كلها. لكن طبعا رقم واحد دلوقتي ريال مدريد في البطولات القارية، لكن انا بتكلم كتوتال النادي الاهلي رقم واحد حاليا. تعالوا بقى نتكلم على الاتحاد العربي اللي بيصمم على مشاركة النادي الاهلي. الاتحاد العربي مصمم على مشاركة النادي الاهلي رغم ان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قال لك انا مش هقدر اوعد النادي الاهلي انه لو دخل السوبر ليج الافريقي او البطولة العربية ان انا اقدر انظم له مواعيده، خصوصا لو شارك من الادوار الاولية او التمهيدية. يروح الاتحاد العربي عامل له ايه؟ يقول له لا خلي عنك انت عم عامر، احنا النادي الاهلي لازم يشارك، هيشارك مع الكبار واللي دايما بيشاركوا بطل الدوري في كل بلد عربية بيشارك من الادوار يعني اللي هي ايه النهائية من الدور 16 زي ما بيقولوا، ولكن اي حد تاني دوري تالت الدوري بيشارك من الادوار التمهيدية. فالنادي الاهلي هيشارك مع الكبار هو وثلاث فرق، بيستثني اربع فرق منهم النادي الاهلي، ولكن طبعا هو كل ده عشان خاطر النادي الاهلي وشعبية النادي الاهلي ونجاح السوشيال ميديا وجماهير النادي الاهلي للبطولة، فده كان سبب من الاسباب. السوبر ليج الافريقي الذي سيشارك فيه النادي الاهلي رسميا خلاص هيبقى في شهر 11 و12، وبالمناسبة الاتحاد العربي هيعمل البطولة العربية في شهر 7 ما بين اخر شهر 6 وشهر 7، يعني كان برضو هيكون الدوري بتاعنا خلاص خلص او بيخلص. فتعال بقى نتكلم على السوبر ليج وجوائزه. جوائز السوبر ليج تصل الى من 10 ل 12 مليون دولار، 6 مباريات فقط ممكن تحصل فيهم على 12 مليون دولار. انت متخيل الرقم الخزعبلي اللي النادي الاهلي ممكن يفوز بيه في بطولة زي دي؟ والرقم بتاع ايضا البطولة العربية لو النادي الاهلي فاز بيها 6 مليون دولار، يعني النادي الاهلي ممكن يتحصل له على يعني من 16 ل 18 مليون دولار في سنة. فالرقم الخزعبلي ده يقدر كولر بيه يجيب اي مهاجم سوبر يخلص له من ربع فرصة، لان النادي الاهلي حاطط في دماغه كأس العالم للأندية انه يوصل فيه للنهائي وياخد يا ميدالية ذهبية يا فضية في الموسم المقبل. ولكن ان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي بإذن الله قادر على ده. فيريرا تصريح للاعبين قبل مباراة اليوم امام المريخ السوداني بيقول لهم يا جماعة بطولة افريقيا احنا لسه عندنا امل فيها، احنا لعبنا مباراة خسرنا فيها على ارضنا، اعتبروا ان فاضل 5 مباريات او الدور ده 5 مباريات من 6، هنلعب فيهم 5 مباريات نكسب الخمس مباريات ان شاء الله ونصعد للدور اللي بعد كده. فده تصريح منه عليه، هو عايز يشيل من عليهم الضغط ويقول لهم ان المباراة دي للنسيان ونكسب الخمس مباريات القادمة باذن الله بره وجوه فنصعد، وفي نفس الوقت ممكن يحطوا في دماغهم ان الموضوع في اللا لا لاند. ان شاء الله الزمالك يفوز النهارده على المريخ السوداني ويصعد، او بمعنى صح يكون عنده امل في الصعود حتى ولو تاني المجموعه. دي كانت اخبار النهارده في تمنيه خفيفه كده. اللي بيشوفنا لحد دلوقتي يشترك في القناه ويفعل الجرس. كان معكم محمد الصيفي من ملعب الهداف، اشوفكم على خير.